في بداية موسم الصيف شيء طبيعي إنه يعني نشوف زحمة في المطارات، يعني إجازات والناس كلها رايحة راجعة، بس الزحمة اللي كانت في مطار بغداد بعيدة كل البعد عن أي سبب طبيعي ممكن تعرفوه أو تتوقعوه. هذه الزحمة اللي شفتوها سببها مو كثرة الناس اللي جات على المطار، لكن سببها أنه مدير المطار قفل بوابة أمام القادمين من محافظة أربيل العراق إلى مطار بغداد. مو بس كده، المدير راح نام وقفل تليفونه كمان، يعني جاء وقت نوم الرجال، يعني لما يصحى عادي يفتح لهم يعني. وأكيد مثل ما شفتوا الناس بان عليها الاستياء من الانتظار. هذا الأمر خلى وزارة النقل العراقية تفتح تحقيق في الحادثة، وفي بيان لها على فيسبوك قالت أنه وزير النقل العراقي شكل لجنة تحقيق وطلب نتائج خلال 24 ساعة، وأكد كمان البيان أنه مدة الانتظار ما تعدت 15 دقيقة. يعني يبدو قدروا المسؤولين في المطار أنه يفتحوا البوابة، أو يبدو أنه يمكن مدير المطار كان الحمد لله يعني في قيلولة، بس يعني ما سحبها نوم مثلاً.